المزيد من المتابعة معنا على الهاتف من دمشق دكتور عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري. أحييك دكتور عبد القادر. إذا يعني أردوغان يتمادى في عدوانه الفاضح الغاشم على سوريا، وتهديدات أمريكية صريحة بعقوبات مدمرة، هكذا وصفها ترامب في حال فشل لقاء أردوغان مع نائبه بينس. ماذا تتوقعون من هذا اللقاء والسيناريو القادم المتوقع؟ التحية لك ولجميع الأخوة العالمين في قناتكم وجميع أهلنا في جمهورية مصر العربية. أهلا بك. أولا سيدتي، هذا العدوان التركي والحديث عن مشروع المنطقة الآمنة، لاحظ الجميع وشهد العالم جميعا بأن المخطط هو إقامة منطقة آمنة للإرهابيين وللمجاميع الإرهابية التي تحظى بدعم تركي، ولكن هذا المشروع أيضا يحظى بضوء أخضر أمريكي من خلال المناورة وقيام أمريكا بإدارة تناقضات أتباعها ووكلائها سواء النظام التركي أو الانفصاليين الكرد في تلك المنطقة بما يخدم مصالحها. وبالتالي أنا لا أتوقع أن يحدث الاجتماع تبدلا نوعيا. التبدل النوعي يأتي من خلال إرادة الجيش العربي السوري وتقدمه على أكثر من محور، وأيضا عدم وجود حاضنة اجتماعية شعبية في سوريا تدعم الاحتلال التركي بل ولديها إصرار على مواجهته. طيب برأيكم إذا ما فرضت هذه العقوبات فعلا، هل ستوقف أردوغان عند حده؟ هذا من جهة، وأيضا ماذا عن روسيا ومحاولاتها يعني إجراء توافق أو يعني الوصول إلى حل بين الحكومة السورية والقوات السورية وأيضا الاتصالات التي تقوم بها؟ سيدتي، لا شك بأن اليوم يعني تشكل حشد عربي ودولي يسهم بشكل أساسي بتقويض مشروعه وعدم وجود ما يتماهى مع هذا المشروع الاحتلالي من جهة، وأعتقد بأن سرعة المبادرة التي قامت بها مشكورة جمهورية مصر العربية أدت هذا الغرض، واليوم نجد بأن الجانب الروسي كدولة ضامنة ضمن تفاهمات أستنا وتركيا موجودة فيها أيضا تلعب دور أساسي في إعادة الجانب التركي إلى جوهر أستنا، خاصة وأن هذا العدوان شكل جديد ومرحلة متطورة من العدوان والاحتلال، رغم أن الجانب التركي منذ بداية الحرب على سوريا لم يدخر وسيلة إلا وقدمها في إطار دعم الإرهاب والإرهابيين في سوريا. طيب سياسيا دكتور عبد القادر، يعني الملفت انه فور خروج اللجنه الدستوريه في سوريا مباشره ظهر هذا العدوان والتدخل من اردوغان في سوريا، هل هناك اي ربط بين الامرين؟ يعني من المفترض ان هذا العدوان التركي يعقد المسار السياسي ومسار مكافحه الارهاب، خاصه يعني فيما يتعلق بالأطراف الخارجية المؤثرة في الملف السوري. أما من المفترض أن يكون اللجنة الدستورية شأن سوري داخلي، وبالتالي هذا المكسب يجب أن يكون مسألة مهمة يجب أن يعمل الجميع على الحفاظ عليها أبناء سوريا، خاصة وأنها تشكل جوهر العملية السياسية باعتبار أنها مدخل أساسي ومهم لإعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات السوريين. نعم بالتأكيد، يعني نتمنى أن تكون الأيام القادمة أفضل، ومثل ما قال ربما وليد المعلم فكل ما يتعلق بالشأن السوري هو أمر خاص بالحكومة وهو أمر داخلي من المفترض أن يكون. كل الشكر لك دكتور عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري، شكرا جزيلا.